شيخ طرحات. صباح الخير نسيمة. الحل تاع الصيف اللي حل البارح هايل صح. هايل وايل التمبيراتور على المدن الساحليه ما ديباساتش 30 31 درجه من عنابه ولا وهران والجزائر، وغير ندخلوا شويه المناطق الداخليه نعطوا بسبيل المثال ما بين الجزائر العاصمه وبراقي ولا الدار البيضاء ولا باب علي مش بعده نسيبو 4-5 درجات لحقت هذوك الاماكن حتى 34. بار كونتر في الجي بور باب الواد ولا في بولفار ميروش ولا في ساحه البريد ولا واحد الفانتين في 30 دوغري باش تشوفي باللي البحر عنده دور يلعبوا فيما يخص النسمه البحريه. بينما البارح كانت نشريه جويه خاصه على الصحراء الوسطى وين سجلنا من جهه ورقله 49 كذلك من جهه 49 49 دوغري الومبر الغو سولي وغاجوتي واحد 10 درجات. وكذلك حاجه مهمه كاع جدا اللي فينومين ميتورولوجي كسرى البارح هي كميه على الامطار اللي سقطت على منطقه لاسيكرا اللي تبعد حوالي 60 كيلومتر جبال الهوغار. سجلنا 38 ملم تاع امطار رعديه 38 ملم سي حاجه الله يبارك. درك زينو شنو شيه ما تشوفي عاود الهوغار جبال تاع الهوغار دوك اون فلور اون فلور باسكو كي يكون الماء عند كان دي الورد اللي عاود يخلق غير كي عاود 5 سنين 6 سنين صح. هذا الكميه هذه تاع 38 ملم في ظرف زمني تاع 24 ساعه والصبيحه هذه بلاص كرام 13 دوغري نعم باركونت ماهيش بعيدة على وين 49 وكاع 13 دوغري هذه الصبيحه بلاص كرام. والبارح لو ماكسيموم كي طلعت 23 دوغري الور سكرت برا تناقض كبير عايشينه في البلاد لانها منطقه جبليه وتعرفي الهوغار وقلت فرنسا واش بيك يدير فو بانس سي امبرسيونون الناس حسب الهوغار راهي كبيره الدعوه. مي هذه الامطار هذه امطار خير لانها بعد قلت بعد الويدان بعد لي ناب بعد تعاود تحيه لانها كاين واحد التنوع البيولوجي في هذه المنطقه تاع الهوغار حاجه روعه. ويبقى هذا النشاط الرعد يهم هذه المناطق تاع الهوكر وايضا على اقصى الجنوب. وكذلك ستستمر هذه الحراره شويه على الصحراء الوسطى وايضا الواحات الواحات بيقول ورقلة حسي مسعود حسي بركين منطقه الواد توغورت كذلك حتى بعد المناطق تاع ولايه غردايه كما متليلي وين تقارب 48-49 درجة تستعمل محن بالعقل تعاود تولي المعدل الفصلي. بينما على الشمال الأيام هذه إن شاء الله نبقاو دائما في هذا المعدل الفصلي ترتفع شوية على غرب البلاد نعم وين تقارب الواحد 36-38 على غليزان أو شلف المناطق معروفة بس ولا قصر الشلالة بمنطقة تيارت. هذه هي الوضعية. البحار عموما يبقى شباب على طول الشرط الساحلي مالغري الريح يكون شمالي شرقي القوة ما بين 15-20 في بعض الأحيان 25-30 كيلو متر الساعة. حارة المياه راهي سخونة ما بين 25-26 درجة مئوية والإشعاعات الشمسية طالعة على حسب الفصل. على كل حال من الحذر مطلوب ليدي الدراري للبحار يديهم قبل العشرة تاع الصباح ولا من بعد العصر يقدر يديهم لان الاشاعات الشمسيه تكون ما تكونش قاصحه. طفل صغير هذاك لا بوي لي سونسيبل يقدر مع مسكين العشاء من ذاك يعشي بالحمال يدي بريدير ويعشي في حاجه اخرى. وحتى نحذروا من الغرق لنوايا بيان سور 93 يعني شخص توفى هذيك